السلام عليكم. افتتح شطر جديد من مشروع نتاع الخط تاع السكك الحديديه الرابط بين مدينه بجايه وبلديه بني منصور على امتداد حوالي 90 كيلومتر. وهذا الشطر الجديد الذي افتتح للاشغال. كما نعلم انه هذه المشاريع هذه اللي نتاع الخط نتاع السكك الحديديه ومشاريع تاع الطرقات هي مشاريع تقع على ورشات لونجيلين يعني ورشات طويلة على امتداد طول الخطوط هذه، يعني مرات تكون 100 كيلومتر 200 300 ألف كيلومتر. إذا هذه المشاريع تفتح شطر بشطر وعندها خاصية أنها مشاريع متنقلة، ورشات تبدو متنقلة. وهنا رانا بصدد الكلام على المشروع الجديد، ورشة جديدة تم فتحها على خط السكك الحديدية الرابط بين بجاية و كما قلنا بلدية بني منصور على امتداد 90 كيلومتر. ونزيد نذكر أن المشروع هذا اللي تكلمت عليه في عدة فيديوهات أنه يحتوي على زوج أنفاق بمجمل 1.5 كيلومتر كيلومتر، وكذلك عدة منشآت فنية من جسور وما إلى ذلك. إذن هذا هو المشروع اللي عنده حوالي الآن حوالي 4 سنوات من بدأت الأشغال به، ويتضمن تحسين المسار، لأن الطريق هذا موجود في الأصل، لكن الآن نحن بصدد تحسين المسار نتاعه، يعني القضاء على المنعرجات وكذلك ازدواجية المسار وكذلك كهرباء المسار هذا. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.